السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل غموض يكتنف مصير محافظ مركزي عدن، وإلى التفاصيل. تضاربت الأنباء اليوم الثلاثاء حول مصير محافظ البنك المركزي في عدن أحمد المعبقي، وفي حين تحدثت تقارير إعلامية عن تقديم استقالته نفت أخرى أن يكون قد حسم أمره بشأن وضعه. وكان المعبقي قد تلاشى عن المشهد خلال الأيام الأخيرة مع وصوله العاصمة السعودية الرياض، بناء على استدعاء وصد أنباء عن وضعه تحت الإقامة الجبرية. واستبق صحفيون مقربون من المعبقي الإعلان الأخير للمبعوث الأممي، والذي تضمن إلغاء لقراراته الأخيرة بهجوم غير مسبوق على الرئاسي وحكومة بن مبارك. واتهم الصحفيين وأبرزهم ماجد الداعري العليمي وبن مبارك بمحاولة مصادرة صلاحيات المعبقي وإجباره على توفير استقرار العملة في ظل ما وصفه بالفساد الأخلاقي والوطني والمالي لحكومة عدن. ولم يتضح ما إذا كان فتح المعبقي النار على حكومة معين مجرد ردة فعل، أم تعكس قراره السير بتقديم استقالته التي هدد بها في أوقات سابقة. ومنذ تنصيبه محافظا لمركزي عدن ظل المعبقي يواجه الإخفاق، حتى وصل انهيار العملة لمستوى لم يسبق له من قبل. وسجلت العملات الأجنبية في تعاملات الساعات الأخيرة ارتفاعا كبيرا مع وصول الدولار إلى 2000 ريال يمني، بينما تجاوز الريال السعودي حاجز 510 ريال. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.